مرحبا، صار بامتلاك ذيل، فكرة غريبة وما ممكن نتخيلها، طائر أستراليا ذو الذيل الشريط يلي موجود ببابوا غينيا الجديدة. عنده ذيل أبيض طويل بيصل لثلاث مرات حجم جسمه ويلي جعله بقائمة أغرب الطيور بالعالم. مثلا شوف كيف عم يكون الطقس عم توالي درجات الحرارة انخفاضة لتصير قريبة معدلاتها والجو معتدل بين الصحو والغيم جزئيا بشكل عام وسديمي بالمناطق الشرقية والبادية. ليلا الجو عم يكون بارد على المرتفعات الجبلية ومائل للبرودة بالمناطق الداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة بالمناطق الجبلية والغربية. صباحا الرياح جنوبية غربية معتدلة عم تنشط احيانا وتوصل سرعة 15 كيلومتر بالساعة، اما الرطوبة عم تتراوح بين 30 و75%، والبحر خفيف لمتوسط ارتفاع الموج ودرجة حرارة المي 26 درجة. من تلا طقس العاصمة دمشق اللي عم تكون الأجواء فيها غائمة جزئياً وعم تسجل عليا 34 درجة، رح ننتقل على المحافظات السورية ورح نبدأ من المنطقة الجنوبية بسويدا، عم يكون طقس غائم جزئياً وعم تسجل عليا 31 درجة، أما بدرعا عم تتراوح بين 20 و33 درجة، وبالقنيطرة عم تسجل فيها الحرارة العليا 30 درجة. رح ننتقل على المنطقة الوسطى على حمص اللي عم تسجل فيها الحرارة العليا 32 درجة، والأجواء عم تكون غائمة جزئياً، أما بحما عم تتراوح فيها الحرارة بين 20 و35 درجة. بالمنطقة الساحلية عم تكون الأجواء كمان غائمة جزئياً بطرطوس وباللاذقية، عم تروح بين 23 و29 درجة، وبلواء اسكندرون عم تسجل الصغرى 22 درجة. بالمنطقة الشمالية بإدلب وحلب عم تكون الأجواء كمان غائمة جزئياً وعم تسجل عليا بإدلب 33 درجة، أما بحلب عم تتراوح بين 21 و35 درجة. أخيراً بالمنطقة الشرقية بالرقة عم تتراوح فيها درجات الحرارة بين 22 و36 درجة، والأجواء عم تكون ساتمي بالحسكة وعم تسجل فيها الحرارة العليا 38 درجة. أخيراً بدير الزور عم تتراوح فيها درجات الحرارة بين 25 و38 درجة. أخبار الطقس اليوم خلصت، لاقوني بكرة تبقوا بخير.